bait, şey sevdim. في حلقة جديدة من عمال ايدي، زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا. هعمل معاكم طاجن الكفتة بالخضروات حلو قوي، هنعمل كمان ملوخية بالطش. تعالوا نشوف مع بعض أول وصفة معانا، وهي الكفتة وإيه هي مقاديرها. عندي هنا الكفتة هتكون مقاديرها لحمة مفرومة، ملح، فلفل، بصل، والبقدونس. طبعا البصل مبشور. عندي بعد كده الكوسه حلقات، بطاطس حلقات، الجزر حلقات، وعندنا الثوم، ملح وفلفل وبهارات اللحمه، والزعتر الفريش والثوم الصحيح.